إن شاء الله تقام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. السفير السعودي لدى فلسطين يدعو لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، ويؤكد التمسك بالمبادرة العربية أساسا للحل. الحكومة العراقية تدعو لحل قضية خور عبد الله بالحوار، ويقول إن التصريحات الشعبوية تزيد التوتر والأزمات. بعد إعلان كييف مقتله، روسيا تبث فيديو لقائد أسطول البحر الأسود مع شيغو. جولة جديدة من المنافسة بين ترامب وبايدن. مصانع السيارات في ميشيغان تتحول لحلبة سباق نحو الرئاسة. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من العالم الليلة. استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوفد السعودي الذي يزور الضفة الغربية برئاسة سفير المملكة لدى فلسطين والقنصل العام في القدس نايف سديري. وتعد هذه أول زيارة لوفد سعودي إلى الأراضي الفلسطينية منذ تعيين سديري سفيرا في أغسطس الماضي. هذا ولقيت الزيارة ترحيبا كبيرا لدى الرئاسة الفلسطينية التي اعتبرتها محطة تاريخية مهمة لتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين. محطة تاريخية خطتها المملكة العربية السعودية نحو أرض كنعان، كما وصفها السفير السعودي لدى فلسطين نايف سديري الذي زار الضفة الغربية على رأس وفد رفيع المستوى، مؤكداً أن الموقف السعودي من الزيارة يعكس مكانة فلسطين وأهلها لدى المملكة. أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة العربية السعودية على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وأن تكون إن شاء الله تقام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. اهتمام سمو سيدي ولي العهد بالقضية الفلسطينية ليس جديد، ولكنه حريص على أن تكون المنطقة إن شاء الله والعالم في أمن واستقرار، لأن هذا ينعكس إيجابا على كل شعوب العالم. السفير السعودي أكد أن المملكة تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن المبادرة العربية التي قدمتها السعودية ركن أساسي في أي اتفاق قادم. المبادرة العربية اللي قدمتها المملكة عام 2002 هي ركن أساسي من أي اتفاق قادم إن شاء الله. الخارجية الفلسطينية وصفت الزيارة السعودية بأنها تمهد لمستقبل واعد يتجسد بالتعاون المشترك في المجالات كافة، وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة في المحافل كافة. هذه الخطوة التي تم اتخاذها من قبل خادم الحرمين جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هي خطوة دائما تقربنا كثيرا كبلدين كشعبين كقيادتين، وتعكس هذه العلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة فلسطين. الزيارة الاستثنائية هذه هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع إلى الأراضي الفلسطينية، رغم تعيين سديري سفيرا فوق العادة وغير مقيم لدى فلسطين، إلا أنه قدم أوراق اعتماده رسميا في مقر الرئاسة الفلسطينية في لقاء جمعه مع الرئيس محمود عباس، ما يعكس مساعي المملكة السعودية لحل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية. ميرنا حامد، العربية. معنا من رام الله المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطينية سفير أحمد الديك. سعد سفير، أهلا بكم. الزيارة وصفت من الرئاسة بأنها تاريخية، هي استثنائية، ولكن بالمعنى السياسي كيف يمكن أن تتبلور؟ سعد سفير تسمعني؟ أنت معنا على الهواء سعد سفير. أحاول مرة أخرى، أعيد السؤال. لم أسمع الشق الثاني. كيف يمكن لهذه الزيارة أن تتبلور، يعني لو سمحت، في فيما يتعلق بالعلاقة الثنائية ومن ثم في أي حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
نعم، نحن تشرفنا هذا اليوم بهذه الزيارة، واعتبرناها محطة تاريخية هامة وفرصة ذهبية للتعزيز وتطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، قيادة البلدين الشقيقين والشعبين الشقيقين أيضا في كافة المستويات. وبالنسبة لنا هي سوف تفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك حول كافة القضايا. سعادة سفير المملكة العربية السعودية أكد بشكل صريح وواضح بأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان هي توفير كل الدعم لفلسطين. أكد من جديد على ثوابت الموقف السعودي الذي يدعم ويساند الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني. المملكة العربية السعودية بالنسبة لنا الآن هي تخوض معركة حقيقية سياسية ودبلوماسية وعلى كافة المسارات انتصارا للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. ما شاهدناه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كان حراكا سياسيا دبلوماسيا سعوديا متقدما. المطلوب من جميع الأطراف أن تقف إلى جانب السعودية في هذه المعركة للحصول على أكبر قدر ممكن من الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة بالذات. إلى أي مدى باعتقادك بصراحة يمكن أن نرفع السقف في هذه المعركة والأمور على قدم وساق الآن بين يوم وآخر، شهر وآخر، سنة وأخرى، كي تتغير الكثير من موازين القوى في المنطقة ومن المعادلات السياسية القائمة منذ عقود؟ بالتالي إلى أي مدى الفلسطينيون اليوم كسلطة على خط مثل هذا التفاوض وما يمكن أن يحصلوا عليه بالتالي فيما تتمسك المملكة العربية السعودية الآن برفع شعاره ولوائه؟ أولا نحن نقدر عاليا ونثق بالموقف السعودي الأخوي المتجذر في التاريخ والصادق والشجاع إلى جانب الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني. الحوارات الفلسطينية السعودية مفتوحة بشكل كامل ومتواصلة، ويتم تنسيق كافة الخطوات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني وإعادة إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية. وهذا ما أكده سعادة السفير السعودي بصريح العبارة هذا اليوم. الآن المملكة العربية السعودية في طليعة الأمة في إعادة الوهج للقضية الفلسطينية في ظل جميع المؤامرات ومحاولات تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية. الموقف السعودي أكد بشكل قاطع لا يقبل التأويل بأن القضية الفلسطينية هي أساس أي حراك سياسي ودبلوماسي في المنطقة، هي ركن أساس لا يمكن القفز عنه من أجل تحقيق أمن واستقرار المنطقة. بناء على السعي السعودي والعربي والإسلامي من أجل تحقيق الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني. السؤال المهم الآن يجب ألا ننتظر كأمة عربية وإسلامية، كدول عربية وإسلامية من السعودية ماذا سيحصل في النتيجة. على الجميع أن يكون شريك مع المملكة العربية السعودية، أن يقف إلى جانب القيادة السعودية الشقيقة التي تخوض هذه المعركة من أجل تحسين الشروط العربية والإسلامية حتى يتم إنهاء الاحتلال وإقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. شكرا جزيلا لك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني سفير أحمد ديك من رام الله، تحياتي إليك.
ونتابع مما قاله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن أن الحكومة حريصة على تجاوز الخلاف القائم مع الكويت، وأكد السوداني الحرص على بذل جهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي. وأضاف رئيس وزراء العراق أن مثل هذه الأزمات تحل بالتفاهم والعقلانية بعيدا عن الانفعال والتصريحات الشعبوية التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر على حد تعبيره. وشدد السوداني على ثقته التامة بزوال الخلاف لما يمتلكه الجانبان من إرادة قوية لحل القضية بالتفاهم والحوار. ينضم إلينا من الكويت الآن دكتور عايد المناع المحلل السياسي، أهلا بك معنا دكتور. يعني كيف تفهم تصريحات دولة الرئيس العراقي فيما يتعلق بخور عبد الله؟ تحياتي أخي طاهر وتحياتي لمشاهديك الأعزاء. يعني أنا أعتقد الكلام طيب، ولكن الحقيقة يعني يعرف دولة رئيس الوزراء العراقي بأنه هذه الاتفاقية مضى عليها 10 أعوام، يعني ليست اليوم ولا أمس. هذه الاتفاقية سبق للحكومة العراقية ولمجلس النواب وللمحكمة العليا الاتحادية بأن صادقت عليها، وآخر مرة كانت 2013 اللي تمت كل الاتفاقيات بموجبها. الكويت الحقيقة التزمت وبكل ما تم الاتفاق عليه، لكن يبدو أن الضغط كان شديد على الجانب العراقي من بعض القوى التي يعرف دولة الرئيس أنها لا تريد للعلاقات الكويتية العراقية أن تتطور، وبالتالي أثارت هذا الموضوع ودخلنا في دوامة الضغط حتى النفسي يبدو على المحكمة الاتحادية لتنقض هي نفسها حكم سابق عام 2014 وتصدر حكما يقول بأن هذه الاتفاقية باطلة لأن فيها إخلال بالدستور العراقي وفقا للمادة 61. وهو ما حرص السوداني على التذكير فيه دكتور عندما تحدث أيضا عن أن العراق حريص على حل قضية خور عبد الله بما لا يتعارض مع الدستور العراقي، وأريد أن أسمع رأيك بهذا الشأن إذا ما أصر العراق على الالتزام بما يسمي أو ما يسميه الالتزام بالدستور وبما لا يتعارض معه، وما إذا ما أصرت الكويت على موقفها. أنا أعتقد الالتزام بالدستور لا يعيب أي طرف من الطرفين، ولكن نفس المحكمة ونفس الحكومة ونفس البرلمان وافق عام 2012 و2013 و2014، ما الذي تغير؟ يعني هذه اتفاقية بين طرفين ولها مرجعية دولية وهو القرار 833 الذي ينص على أن هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين وأنها غير قابلة للتغيير أو كذا إلى آخره. لذلك أنا أعتقد أنه الإشكالية بالجانب العراقي أتمنى أنه يعني يجد مخرج الآن إما بالعودة إلى البرلمان والحصول على الثلثين كما تدعي المحكمة الحقيقة، مع أن النص يعني لا يقول بهذا الشكل، أو أن يجد طريقة أخرى مثل الطعن بهذا الحكم والعودة مثل ما أصدرت المحكمة هذا الحقيقة الحكم الأول وهذا الحكم الثاني، ممكن أن تصدر حكم ثالث تلغي فيه الحكم الثاني وتعود الأمور إلى طبيعتها بين الطرفين والالتزام بما تم الاتفاق عليه. بس الرئيس رئيس الوزراء السوداني يتحدث عن حل وسط بمعنى أنه يطلب من الكويت أن تقدم شيئا ما بالتالي. نعم الرئيس الوزراء العراقي يتحدث عن حل وسط بعيدا عن الخطابات اللي فيها مزايدة كما يقول، إذن هو يطلب شيئا ما من الكويت أن تقدموا شيء. الكويت قدمت كل ما تستطيع، الكويت مشت على الخط الذي رسمه القرار الدولي 833 والذي هو مبني على اتفاقيات ثنائية بين الطرفين، الذي حصل أن العراق أو طرف بالعراق المحكمة الاتحادية العليا هي التي ألغت الاتفاق واعتبرت أنه مخالف للدستور، مع أنه فعلا النص يقول أنه تنشأ يعني هيئة للنظر في مسألة الاتفاقيات، ولم تقل الاتفاقيات إنما هيئة أو سلطة للنظر بالاتفاقيات يسلها قانون بهذا الجانب. أيضا
من الدستور العراقي المادة 59 ثانيا تقول تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة. نعم. بعد تحقق الانتصاب ما لم ينص على خلاف ذلك، فما الذي جعل الأمور تجنح إلى أن يكون بأغلبية الثلثين غير الدفع السياسي الشديد؟ تمام. الذي فعلا يخرب هذا الاتفاق، وبالتالي الكويت أنا أعتقد عليها أن تلتزم بما تم، وعلى العراق الحقيقة أن يعالج الوضع عنده في الداخل حتى لا تستمر هذه الحالة من البرود أو من التوتر في العلاقات، وعلى يقين أنه من مصلحة العراق أن يسعى إلى ذلك، لأن هناك الكويت لها مرجعية دولية ولها مرجعية ثنائية موجودة، وبالتالي على الأشقاء في العراق أن يأخذوا بعين الاعتبار أن مصلحة الطرفين ألا يتعطل ما تبقى من اتفاقية خور عبد الله. مفهوم. وهو العلامة 162. شكرا. ولذلك رئيس الوزراء العراقي يعرف كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك دكتور عايد المناع المحلل السياسي من الكويت، تحياتي إليك. نحن باقون معكم لنتابع أيضا بعد الفاصل. بعد إعلان كييف مقتلها، روسيا تبث فيديو لقائد أسطول البحر الأسود مع شايغو. ولدينا أيضا جولة جديدة من المنافسة بين ترامب وبايدن، مصانع السيارات في ميشيغان تتحول لحلبة سباق نحو الرئاسة. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو أن سير العملية العسكرية في أوكرانيا بالخطوات المتسقة سيحقق الأهداف الروسية بحلول عام 2025. تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في دعم القوات الأوكرانية بالأسلحة، وفي ظل هذه الظروف نواصل زيادة القوة القتالية للقوات المسلحة، بما في ذلك توريد الأسلحة الحديثة وتحسين تدريب القوات، مع الأخذ في الاعتبار العملية العسكرية الخاصة، كما أن التنفيذ المتسق لخطة العمل حتى عام 2025 سيمكننا من تحقيق الأهداف المرجوة. توعد الكرملين بإحراق دبابات أبراهامز التي تسلمتها أوكرانيا، ويؤكد أنها لن تؤثر في النزاع. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف إن دبابات أبراهامز خطيرة، لكنها ستحترق بالطريقة نفسها التي تحترق بها غيرها. واعتبر باسكوف أنه لا يوجد سلاح غربي قادر على قلب مسار المعركة، وأن القوات الروسية تتعامل مع مختلف أنواع الأسلحة الجديدة. رغم تأكيدات أوكرانية أشارت إلى مقتله في هجوم سيفاستوبول، ظهر قائد أسطول البحر الأسود الروسي الأدميرال فيكتور سوكولوف في اجتماع لوزارة الدفاع الروسية. سوكولوف ظهر بزي عسكري في نافذة عبر الفيديو أثناء حديث وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو في الاجتماع. تفاصيل هذه القصة كاملة مع الزميلة روان حمزي. روان مساء الخير. مساء النور. شكرا طاهر. الأدميرال فيكتور سكولوف الذي أعلنت مقتله خلال هجومها على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي الأسبوع الماضي في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم يثير الجدل، بعد أن ردت وزارة الدفاع الروسية على مزاعم كييف بفيديو يظهر كما نشاهد بصور سكولوف بزيه العسكري وخلفه علم البحرية الروسية على شاشة كبيرة، إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم عبر اجتماع في الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. اللافت أن الصحف الغربية مثل الغارديان ونيويورك تايمز كانت أكدت مقتل سكولوف واصفة الضربة بالأكثر ضررا للبحرية الروسية منذ غرق سفينة الأسطول الرئيسية العام الماضي، وهم اختراق استخباراتي وعسكري لروسيا منذ بدء الحرب. ولكن من هو قائد أسطول البحر الأسود فيكتور سكولوف الذي ادعت كييف والإعلام الغربي مقتله؟ تم تعيينه كقائد جديد لأسطول البحر الأسود المتمركز في شبه جزيرة القرم في أغسطس العام الماضي لدعم دفاعات شبه جزيرة القرم بعد تعرضها لأول مرة لسلسلة من الانفجارات الأوكرانية في الصيف الماضي.
شغل سابقا سلسلة من المناصب في أسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي، حيث شغل وقتها منصب نائب القائد. الآن عودة إلى طاهر. شكرا لك روان على كل هذه المعلومات، نتابع فيها في الاستوديو هنا مع عبد الجليل مسعي المتخصص في الشأن الروسي في شبكة أخبار العربية. أهلا بك مجددا عبد الجليل. يعني هل من العادي والطبيعي، هل عرف عن روسيا أنه يمكن أن تخاطر بنشر هكذا صور أو فيديوهات إذا لم يكن من المؤكد أنه لم يقتل؟ من الصعب. روسيا مباشرة بعد الهجوم الأوكراني الشهير على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبل أعلنت بأن قتل جندي واحد، بينما الاستخبارات الأوكرانية عبر بودانوف كيريلو بودانوف قائد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن روسيا فقدت جنرالين كما فقدت أكثر من 100 ضابط وجندي في الهجوم الأخير. روسيا لم ترد على تصريحات بودانوف، لكن انفجرت وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية وحتى الروسية تتحدث عن خسارة جنرال أو الأدميرال قائد الأسطول البحر الأسود. روسيا لم ترد، والآن يمكننا مقارنة مع وفاة بريغوجين. بعد وفاة بريغوجين عبر بيسكوف المتحدث باسم الكريملين مباشرة بأن روسيا ليست لديها معلومات والتحريات جارية إلى لحد الآن، ولا يمكننا الجزم بأن بريغوجين قتل أم لا. هذه المرة روسيا، وليست هذه أول مرة، روسيا في كثير من المرات تظهر الجنرالات في اجتماعات معينة، في لقاءات مع مسؤولين، وكأنهم يمارسون حياتهم العادية للرد على الدعاية. ولم يكن ردا مباشرا، يعني رتبت لذلك، ولكن رويترز عبد الجليل لاحظت في هذه الصور التي نشرتها وزارة، يعني الوزارة وزارة الدفاع الروسية، لاحظت بأنه لم يتحدث يعني سوكولوف، وبالتالي أخذت ذلك مأخذا. نشاهد هذه الصور إذن أنا وأنت والمشاهدين، وزير الدفاع شايغو يتحدث بوضوح، ولكن الصورة التي شملت سوكولوف لم يكن يتحدث فيها، يعني رويترز اعتبر ذلك مأخذا، ولم يكن هناك أيضا تاريخ مؤكد للمقطع المصور. هل هذه مأخذ يجب النظر إليها؟ عادة وزارة الدفاع الروسية لا تعطي مواعيد محددة للاجتماعات، هي اجتماعات مسجلة كما نرى أمامنا. في بداية الاجتماعات قبل غلق الأبواب، وعادة وزارة الدفاع الروسية تنشر الجزء الأول من الاجتماعات، أين يتلو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حصيلة الأسبوع الماضي من العمليات العسكرية، خسائر الطرف الأوكراني وحتى التقدم على الأرض أو خسارة بعض المعدات الروسية. بعدها مباشرة يعد بقية المشاركين عبر الفيديو كونفرنس أو عن بعد، من بينهم سوكولوف الذي نراه على الشاشة، يعدون تقاريرهم الميدانية. أكيد هذا الجزء ما يكون دائما غير منشور، لا تنشره وزارة الدفاع الروسية. فإظهار المشاركين من القطاعات العسكرية الروسية البعيدة الذين لا يمكنهم الحضور إلى موسكو، إظهارهم في الصورة وعدم إظهار تقاريرهم التي تعتبر تقارير داخلية أمر مألوف، وبالتالي لا يمكننا الجزم بدقة متى تم عرض هذا الفيديو، ولكن روسيا تعمدت هذه المرة بشكل مباشر إظهار سوكولوف، وليبدو أنها ستغامر بمثل هذا. طيب، ولكن هذا كل الحديث عن إحدى الضربات، واحدة من الضربات الكثيرة مؤخرا على شبه جزيرة القرم تحديدا. لماذا التركيز أوكرانيا على شبه جزيرة القرم بغض النظر عما، يعني إذا أتت هذه الضربات أكلها فيما ترغب أوكرانيا بقتل أكبر عدد ممكن من الجنرالات الكبار؟ استهداف القرم لديه سبب سياسي وسبب تقني. السبب السياسي هو أن أوكرانيا أعلنت منذ إعلانها هجومها المضاد الكبير قبل سنة تقريبا أنها ستحاول العودة إلى حدود سنة 1991، يعني بعد استقلال أوكرانيا، الحدود الدولية المعترف بها. هناك اتفاق ضمني بين روسيا وبين القوى الغربية، هو أن الدول الغربية لا يمكنها أو لا يجب عليها، أو هناك خط أحمر لن تذهب بعيدا في دعم أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية، لكن الدول الغربية جميعا أو الرأي العام الدولي ما عدا بيلاروسيا أو بلد أو بلدين يعترفون بأن القرم أراضي روسية. إذن السماح الغرب باستخدام أسلحة غربية بريطانية أو أمريكية في ضرب شبه جزيرة القرم لا يتوافق، لا يتعارض مع العقيدة الغربية أو المبادئ بأنها أرض أوكرانية. السبب الثاني هو تقني، وصول صواريخ ستورم شادو متوسطة المدى، النسخة التصديرية لا تتجاوز 300 كيلومتر، تمكنت الدول الغربية في غياب الـ F-16 من وضع حل تقني لقذيفات سوخوي سو 24 الروسية.
الصناعة السوفيتية طبعا، لكن هي بحوزة أوكرانيا، هي بإمكانها ضرب أهداف، هي لا يمكنها الاقتراب كثيرا من الحدود الروسية، وكذلك علينا حساب 300 كيلومتر تقع شبه جزيرة القرم في دائرة مجال ضرب الصواريخ، لكن هي صواريخ باهظة الثمن تكلف الكثير، ربما أكثر من تقريبا ما تقارب من 10 مليون دولار للصاروخ. تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي لهجوم بسبع صواريخ على الأقل. الدفاعات الروسية تعرضت للإغراق، تصدت لعدد كبير من الصواريخ، يبدو أن صاروخ أو اثنين تمكنوا من ضرب الأهداف، وبالتالي روسيا عادت لاتهام الاستخبارات الغربية أن هجمة دقيقة بهذه الطريقة وفي هذا الوقت وبهذا النوع من الأسلحة لا يمكن إلا أن يكون وراءه الاستخبارات الغربية. وتبقى طبعا لأسطول البحر الأسود ولشبه جزيرة القرم الرمزية الكبيرة بالاستهداف بدون شك، إضافة للأسباب التي تفضلت بها. شكرا جزيلا لك عبد الجليل المسعي المتخصص في شأن الروسي في شبكة أخبار العربية. شكرا. أكد مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأذربيجاني حكمة حاجييف على وجود فرصة أفضل لدفع عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا، مشيرا إلى أن المحادثات التي يستضيفها الاتحاد الأوروبي مع نظيره الأرميني بناءة للغاية على حد تعبيره. بدوره شدد الاتحاد الأوروبي في المحادثات على ضرورة الشفافية والوصول إلى المساعدات الإنسانية، داعيا باكو إلى تقديم المزيد من التفاصيل حول رؤية أذربيجان للأرمن الذين يعيشون في إقليم كارابخ. هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يتعين استكمال ما يسمى بممر زنجزور التجاري المار عبر أرمينيا وأذربيجان وإيران، وذلك غداة اجتماعه مع نظيره الأذربيجاني. المزيد من التفاصيل عن هذا الممر مع محاسن حدارة. محاسن، شكرا طاهر، مساء الخير. لممر زنجزور أهمية استراتيجية واقتصادية وقومية بالنسبة لتركيا. عبر هذا الممر سيتوسع نفوذ تركيا، لذلك يصر الرئيس أردوغان على استكماله. لماذا هذا الإصرار؟ لنعد قليلا إلى تاريخ منطقة زنجزور، فهي كانت منطقة أذربيجانية يسكنها أتراك قبل أن يضمها الاتحاد السوفيتي إلى أرمينيا في عشرينيات القرن الماضي، وفي الوقت الراهن هي تابعة لأرمينيا، ما تسبب بفقدان أذربيجان اتصالها مع مقاطعة نخشفان الأذرية وتركيا أيضا. لذلك سيعيد فتح الممر وصل من قطع بين نخشفان والوطن الأم أذربيجان وتركيا. على الخريطة كما نشاهد يقع هذا الممر جنوب أرمينيا وشمال غرب إيران وشرق نخشفان وجنوب غرب أذربيجان، ويبلغ طوله 40 كيلومترا. أما من الناحية الاقتصادية والقومية يحظى الممر بأهمية كبرى لأنقرة، فهو يوصل تركيا بشواطئ أذربيجان على بحر قزوين ومنها إلى آسيا الوسطى ثم إلى الصين. لكن ما هو الموقف الإيراني من ممر زنجزور؟ إيران عبرت عن استعدادها لمنح ممر على أراضيها للربط بين نخشفان وأذربيجان بدلا من ممر زنجزور، وقالتها مرارا وتكرارا إنها ترفض أي تغيير جيوسياسي في القوقاز. ماذا عن موقف أرمينيا؟ رغم أن الممر يساهم بتطور اقتصادها، إلا أن السلطات ترفض فتحه بالصيغة التي اقترحتها أذربيجان، لأنها تريد أن يكون تحت سيطرتها لتأمين حدودها. عودة إليك طاهر. شكرا محاسن. أفادت رويترز بارتفاع حصيلة قتل انفجار بمستودع وقود في كارباخ إلى 125 قتيلا في انفجار بمحطة وقود هناك إذن كما أسلفنا. فيما أعلنت سلطات الأرمن في الإقليم أن النيران اشتعلت في خزان وقود يحوي 100 طن من المكثفات. انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أعضاء اتحاد عمال السيارات المتحدين في ميشيغان على خط الاعتصام، وهي لحظة تاريخية لرئيس حديث تأتي وسط سباق إعادة انتخاب متوتر ضد خصم مألوف.
وتأتي الرحلة في الوقت الذي يواجه فيه بايدن انخفاضا مستمرا في استطلاعات الرأي حول تعامله مع القضايا الاقتصادية. وبالعودة إلى واشنطن، التهديد الذي يلوح في الأفق بإغلاق الحكومة هذا الأسبوع. ميشيغان إذن تتحول إلى ساحة منافسة انتخابية في حلبة صناعة السيارات، والتفاصيل مع جيلان فطيري. جيلان، شكرا طاهر. إذن ميشيغان وجهة الرئيس بايدن ومنافسه الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، حيث سيحتدم الصراع بينهما لاستقطاب عمال صناعة السيارات في تلك الولاية التي تشكل منطلقا لحركتهم الاحتجاجية غير المسبوقة. بعد أعلان ترامب عن عزمه للتوجه لميشيغان غدا للوقوف على مطالب العمال المضربين، استبق بايدن منافسه محددا اليوم موعد زيارة للولاية، حيث انضم إلى صفوف المحتجين هناك لدعم مطالبهم، وبذلك سيصبح أول رئيس ديمقراطي يقوم بحملاته الانتخابية من موقع اعتصام للعمال، خطوة تهدف لدعم صورته التي روج لها في حملته في عام 2020، والتي اكسبته أصوات العمال في الولاية وقتها كمدافع عن الطبقات العاملة وعن النقابات. لكن اليوم يرى خبراء في قطاع السيارات أن سياسة بايدن هي من تسببت بالاضطرابات داخل القطاع، مع عطاء الأولوية للسيارات الكهربائية وعدم تمكين القطاع محليا. ترامب رأى في ذلك فرصة لانتقاد سياسة بايدن، متهما إياه في تعليق على منصته تروث سوشيال بتفتيت وظائف هذا القطاع وإرسال الآلاف من فرص العمل للصين. أمال ترامب في العودة إلى البيت الأبيض ترتكز على حد كبير على أصوات العمال التي فاز بها في عام 2016 في ولايات رئيسية متأرجحة مثل ميشيغان وبنسلفانيا وأسكنسن. والآن نعود مجددا إلى طاهر. لك طاهر. شكرا جيلان. نأخذ هذه المعلومات التي تفضلت بها إلى المحلل السياسي من واشنطن إيهاب عباس. أهلا بك أستاذ إيهاب. يعني ساحة منافسة جديدة، لماذا اختار بايدن أن تكون إحدى ساحة المواجهة اعتصام عمال السيارات؟ نعم، أهلا بحضرتك أستاذ طاهر وأهلا بكل المشاهدين. طبعا قطاع السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية يعمل فيه تقريبا مباشرة أكثر من 1,000,000 مواطن أمريكي، وعشرة ملايين في مجمل الصناعات المساعدة للقطاع، وطبعا بعائلاتهم وأسرهم. فنتحدث عن ما لا يقل عن 30,000,000 مواطن أمريكي، أي تقريبا 10% من المواطنين الأمريكيين الذين يعملون في هذا القطاع. إذا ما حسبنا نسبة الذين لهم حق التصويت في هذا العدد 30,000,000، إذا افترضنا أنهم يعني 5 أو 6 ملايين، فهي قوة مؤثرة كبيرة جدا في الانتخابات. طيب، ما الذي يجري وما الذي يستدعي الرجلان كي يذهبان هناك؟ أولا طبعا الإضراب الذي قام به United Auto Workers، النقابة العمالية للمعنيين بالعمل في مجال السيارات، تطالب بزيادة 40% للرواتب على مدار سنتين مقبلتين. الشركات الثلاثة الكبرى التي ترفض هذا الأمر، وهي طبعا شركة فورد وجنرال موتورز وستينلس، هذه الشركات الثلاثة في الواقع يعني وافقت على إعطاء زيادة 20%، لذلك السجال بينهما سيظل قائما لمدة فيما يبدو طويلة نوعا ما، وهذا سيضر بالاقتصاد الأمريكي تقريبا $15 مليار من الممكن أن يخسر هذا القطاع خلال أسابيع قليلة جدا إذا ما استمر الإضراب. ما هو النهج لترامب وما هو النهج لبايدن في هذا الإطار؟ ترامب يقول إن سياسات بايدن بالاعتماد على الطاقة النظيفة وإنتاج سيارات كهربائية هي التي أدت إلى هذا الموضوع. لماذا؟ لأن هذه الشركات ستضطر للامتثال للقوانين التي سنها الديمقراطيون، والعمل على إنشاء مصانع وخطوط إنتاج للطاقة النظيفة، استخدام بطاريات بدلا من الوقود الأحفوري والبنزين إلى آخره، وهذا لن يمكنهم من يعني إعطاء العمال ما يريدون من زيادة في رواتبهم، وبالتالي هذه هي المشكلة. في المقابل بايدن يقول إن المشكلة تأتي من ترامب، لأن ترامب يريد دائما تخفيض الضرائب على مثل هذه الشركات، وبالتالي هذا لا يعطي فرص أكبر للعمال في أن يكون لديهم مرتبات ودخول أفضل ومشاركة في الأرباح القياسية التي تحققها هذه الشركات. لكن ترامب أيضا يقول إن هذه الشركات عندما تحصل على تخفيضات ضريبية كبيرة، فهي تستطيع أن توفر وظائف أكثر، لأنها تقوم بفتح
مصانع أكثر وهكذا. فهذا السجال سيكون في دائرة مفرغة يعني إنفينيتي، كل طرف سيحاول أن يستخدم ما لديه من قوة، ولديه قوة فعلا فيما يتحدث عنه. جو بايدن معروف أنه نصير للنقابات، يعني كما يقول أو كما يقول الديمقراطيون، نصير للنقابات والحركات العمالية إلى آخره. لكن الاقتصاد خلال 4 سنوات أو خلال 2.5 من حكم جو بايدن عانى كثيرا ولم تتضح الرؤية الاقتصادية، ونشاهد ما نحن بصدده اليوم، تضخم كبير، معاناة للمواطن الأمريكي الذي أصبح يعمل في وظيفتين أو 3 وظائف حتى يستطيع أن يقوم بدفع فواتير حياته العادية. إذا مشكلة أستاذ طاهر متنامية ولن تنتهي في القريب العاجل. شكرا جزيلا أستاذ إيهاب عباس المحلل السياسي من واشنطن، تحياتي إليك. سهام بن زموج تطلعنا الآن على ما لديها في الساعة المقبلة من العالم الليلة. سهام، فعلا طاهر، ملفات عدة سنناقشها في الساعة 3 من العالم الليلة، بينها دخول الاتحاد الأوروبي على خط أزمة إقليم ناغورنو كاراباخ والمطالعة القانونية لفريق ترامب القانوني حول قرار منعه من النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية. كونوا معنا، إليك طاهر. رصد مواطن سوداني عبر فيديو حصار النيل الأزرق في بلاده، محذرا مصر أيضا من تداعيات قد تلحق بها. هذا الفيديو وغيره من شكاوى المواطنين في السودان لقيت تفاعلا واسعا، خاصة بعد مفاوضات أديس أبابا الأخيرة بشأن سد النهضة. نتابع. القادم أسوأ إليكم. رسالة تحذير، القادم أسوأ لمصر، فلم يعد للسكوت مجرا كما يقول عبد الله أربجي، مواطن سوداني يرصد وقائع ويستجدي شركاء النهر. أخواننا المصريين، النيل دمع عصب الحياة بالنسبة لأخواننا في جمهورية مصر الشقيقة، لماذا السكوت؟ والله القادم أسوأ إليكم، أنا بديكم الصور دي من أرض الواقع. من نهر إلى بركة، لديه الكثير من التوصيفات أيضاً والمعلومات. 80 إلى 85% من مياه الأمطار فقدناه بسبب سد النهضة. انحسار النيل الأزرق أتى على الزراعة، فعلى الأقل هذه الأشجار كانت تروى من فيض النيل. طالع فيها دي كلها، يعني إحنا كلها يعني الشجر الورا ده كله أصبح ما في. تداعيات سد النهضة باتت ترى. يقارن هذا المواطن أيضاً ما اختلف عليه. يعني صاحب 9 مفروض البحر ده يكون فوق هناك، يكون فوق، لكن العام السنة دي نهائياً البحر ما طلع، ما في أي زيادة في النيل. يبدو أن أثيوبيا استغلت حرب السودان وقامت بملء سد النهضة وحبست عنا المياه. حال الأنهار في السودان ما قبل وبعد، تحول متسارع طرأ خلال 3 سنوات فقط، فيما تتباطأ نتائج المفاوضات على مر السنين، أو ربما تبقى أحادية في وصف مصري لأفعال إثيوبيا. جولة المفاوضات الأخيرة بين الأطراف لم تقنع مواطنين متضررين، بل أصبحوا أكثر تشاؤماً. غيداء السالم، العربية. بقونا معكم لنتابع أيضاً بعد الفاصل. بعد هزيمة فريقه على أرضه وأمام جمهوره، اغتيال قائد فريق كولومبي لكرة القدم. ولدينا أيضاً محرك البحث العالمي جوجل يحتفل غداً بعيد ميلاده 25. أهلا بكم من جديد. نصحت الخارجية الصينية الفلبين بعدم القيام باستفزازات في بحر الصين الجنوبي أو حتى السعي لذلك، وجاءت هذه النصيحة الأقرب للتحذير من المتحدث باسم الخارجية وانغ وونين، ردا على سؤال يتعلق بإزالة الفلبين حاجزا عائما في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. استعانوا بالسكاكين لمواجهة الصين. هؤلاء البحارة الفلبينيون لم يترددوا في الغوص لقطع الحاجز بسكاكينهم بعد أن أقامت بكين حاجزاً شبكياً بحرياً بطول 300 متر عند الشعاب المرجانية
يمنع قوارب الصيد من دخول بحيرة تكثر فيها الأسماك في منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. خفر السواحل الفلبيني برر ما حدث بأنه يحارب تصرفات الصين العدوانية المتزايدة، فيما حذرت الخارجية الصينية الفلبين من إثارة المشاكل والاستفزازات بعد إعلان مانيلا إزالة الحاجز الذي يؤثر على الملاحة في البلاد. الصين تتمسك بقوة بالسيادة والحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانغيان، وننصح الجانب الفلبيني بالامتناع عن القيام بالاستفزازات أو إثارة المشاكل. سكاربورو شول هي منطقة صيد غنية استحوذت عليها الصين عام 2012 بعد فترة توتر محتدمة مع الفلبين، التي أكد مستشار أمنها القومي أن إزالة أي حواجز فيها هو ضمن حقوقها، لأنها تنتهك القانون الدولي والحكم الذاتي للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. الحاجز البحري نصب من قبل خفر السواحل الصيني بحسب مسؤولين فلبينيين، وذلك قبل وقت قصير من دخول سفينة تابعة لمكتب الصيد والموارد المائية إلى المنطقة الأربعاء الماضي. هذا وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على الممر المائي الذي تمر عبره سلع تجارية تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، متجاهلة قراراً دولياً يؤكد أن موقفها لا يستند على أي أساس قانوني. لكن الصين ليست وحدها، فالفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي تطالب أيضاً بالسيادة على أجزاء من هذه المنطقة البحرية الاستراتيجية. رند الشيخ، العربية. إذن مجلس الأمن القومي الأمريكي يحث على استمرار وصول أو إيصال المساعدات إلى كاراباخ، والولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إنسانية إضافية إلى ناغورنو كاراباخ وفقا للبيت الأبيض. حادثة مأساوية شهدتها كرة القدم الكولومبية، نادي تيغريس أعلن مقتل رئيسه إدغار بايز بإعيار ناري بعد هزيمة للفريق بملعبه في بوغوتا. كان بايز عائدا إلى منزله بعد المباراة مع ابنته التي نجت من الهجوم حين استهدفهما شخصان على دراجة نارية بعدد من الطلقات النارية. الحادثة أعادت للأذهان حادثة كأس العالم عام 1994 حين استهدفت تهديدات القتل جميع أعضاء المنتخب إذا شارك اللاعب جابرييل باراباس غوميز في المباراة الحاسمة ضد الولايات المتحدة ليستبعده المدرب ماتورانا من قائمة المنتخب. وبعد المباراة الحاسمة ضد المنتخب الأمريكي دفع المدافع الكولومبي أندريس إسكوبار حياته ثمنا لتسجيله هدفا في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إقصاء المنتخب الكولومبي. قاتل أندريس إسكوبار كان السائق الخاص للأخوين غايون المنتميين لعصابات المافيا في ميديلين، مدينة العصابات والمافيا في حينها. حادث لقي تعاطفا كبيرا من الشعب الكولومبي، أقيمت جنازة ضخمة للمدافع الكولومبي حضرها ما يقرب من 100,000 شخص في ميديلين، كما تشهد البلاد إحياء ذكرى وفاته كل عام إلى جانب بناء تمثال له في ميديلين عام 2002. معنا في الاستوديو زميل محمد فضل الله من القسم الرياضي في شبكة العربية للأخبار. أهلا بك محمد، شكرا لانضمامك إلينا. هل المعلومات مؤكدة عن أنه السبب هو خسارة الفريق أو ممكن يكون في أسباب أخرى؟ كما تعرف أولا يعني الحادث مؤسف، وربما كما ذكرت قبل قليل هذه يعني ثاني أكبر حادث يحصل في كولومبيا بالتحديد. وعادة ما تكون حوادث مثل هذه يعني تنتمي إلى عصابات المافيا أو المراهنات أو ما شابه ذلك. حتى الآن التحقيقات حول هذا مقتل الرئيس ما زالت في أيامها الأولى، ولكن أعتقد كان هناك خبر اليوم بأن الشرطة توصلت إلى نوع الدراجة ولون الدراجة ولمن الدراجة تنتمي أيضا، للمالك صاحب هذه الدراجة، ولكن يبدو التحقيقات ما زالت مستمرة حتى يعرفوا ملابسات هذا الحادث. طيب هذا قلنا يعني أو نستشف من الأخبار التاريخية أنه شبه عادي في أمريكا اللاتينية عموماً.
في أمريكا اللاتينية عموما شبه عادي، خصوصا يعني ربما حوادث قتل، يمكن هذه الحادثة الشهيرة الثانية ربما، أو ولكن في مختلف القطاعات قطاعات في أمريكا اللاتينية، يعني إذا كان في فنزويلا ولا في حتى في البرازيل والأرجنتين وما شابه ذلك، هناك دائما حوادث بالتهديدات بالقتل، حوادث ضد اللاعبين، ضد الحكام، وحتى النزول إلى الملعب وضرب اللاعبين وهكذا، وكل السبب هو المراهنات والمغامرات القمار وأشياء مثل هذه. كيف يؤثر ذلك على هذه الفرق، على مشجعيها، على موقع البلد الكروي والرياضي؟ بالتأكيد يؤثر بطريقة كبيرة، يعني كما ذكرت قبل قليل، يعني أسكوبار الآن أصبح عنده هناك تمثال، أصبح محبوب الشعب الأول تقريبا، يعني أشياء مثل هذه يعني هي في النهاية كما قلنا قبل قليل هي مفروض تكون منافسة تتحلى بالروح الرياضية، ولكن هناك أصبح في أشياء دخيلة على هذه اللعبة، هناك مراهنات وناس تقامر بمبالغ كبيرة أملا في يعني كسب المزيد من الأموال، ويستخدمون اللاعبين والحكام، وربما حتى مثل هذا رئيس النادي، يعني رئيس النادي هو يملك هذا النادي منذ 2017. الطريف في الموضوع أن يعني هو يملك 50% وبقية عائلة الرئيس المقتول تملك 50% أيضا. فيعني لماذا رئيس النادي بالتحديد؟ يعني هناك المدرب، هناك الطاقم الفني، هناك لاعبين، هم اللي يعني من تسببوا في خسارة الفريق في الدرجة الأولى. هل للاتحادات الدولية أي دور في هذا المجال، أو خارج عن نطاق قدراتها وصلاحياتها وسيطرتها؟ هذه يعني جريمة مثل هذه بالتأكيد تعود في الدرجة الأولى لمصلحة الجهات الأمنية في البلد المعني. يعني لا تتدخل عادة الاتحاد في العادة، لا يتدخل في مثل هذه الأمور. نعم. ولكن الشيء يعني بحثت قليلا عن رئيس النادي في 2010 هو كان يعمل في جهات أمنية تابعة للحكومة أيضا، وكان أيضا يرأس نادي في الدرجة الأولى إنديبندينتي، وهذا النادي كان حصلت حوله شبهات مالية كثيرة بحول المراهنات والعصابات والمافيا، وكان أنذاك الوقت هو أحد المشتبه بهم، ولكن لم تكن هناك أدلة كافية، وبالتالي يعني برئ من هذا الشيء. والأخبار الآن، بعض الأخبار تتناول بعض الصحف في كولومبيا بأن الموضوع قد يكون فيه شبهة غسيل أموال. إذن ممكن يكون الموضوع جنائي وليس متعلقا بالشغف الرياضي، ما بدنا نستعمل كلمة شغف مع هيك جرائم قتل، ولكن يعني نعم، ولكن بالتأكيد، لأنه إذا كان شبهة غسيل أموال ربما لم يكن هو المعني شخصيا، ولكن ربما تسبب في الخسارة، تسببت في خسارة الآلاف من الأموال أو الملايين من الأموال في المراهنات وفي هكذا. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات محمد فضل الله، الزميل الصحفي في القسم الرياضي شبكة أخبار العربية. يحتفل محرك البحث العالمي جوجل بعيد ميلاده 25، دخل حياتنا وغير مسارها، وأصبحنا نعتمد عليه في كل شيء. هو أشبه بصندوق أسرار للكون، إنه جوجل الذي يحتفل بعيد ميلاده 25. تعالوا نعرف ماذا يعني اسمه. طبعاً كالعادة سنتجه إلى جوجل ونسأله، فرقت أنه سيجيبنا أن اسمه نشأ من خطأ شائع، حيث تشير الكلمة إلى الرقم 10 مرفوعاً للأس 100، أي 110، وهو تعبير رياضي يدل على رقم كبير جداً لتوضيح المقدار الكبير والهائل من البيانات. بدك تلاقي جوجل، يعني هذا بالنسبة لنا مرجع وأساس، ما بقدرش استغنى عنه صراحة. هي المصدر الأول للمعلومات. يعني جوجل زي السد، شو ما بتسأليها بتجاوبك، أو ما بتعطيك أصلاً تكمل، ما هي على طول بتعطيك الاقتراح. ما بنضطر نرجع للكتب مثلاً، فنرجع للمعلومات بشكل أسهل. محرك البحث الذي وفر معلومات لا عدد لها، بدءاً من الخرائط والبحوث وانتهاءً بالحصول على معلومات عن الطب والهندسة وحتى الطعام. كاميرا العربية استطلعت آراء الناس حول إيجابيات وسلبيات جوجل. يعني أنا بالنسبة لجوجل ما بسغناني أني أنا أوقف في الشارع أسأل الناس يدلوني، يمكن الناس تدلها غلط. يعني هذا من أعظم الاختراعات اللي ممكن تكون أوفدتنا في التكنولوجيا كاملة. لازم كل شخص يراقب الأطفال اللي عنده عن إيش بيبحثوا بجوجل، وين أهدافهم، إيش الأشياء اللي بتطلعوا عليها. يعني الناس بالنسبة لهم صار جوجل إشي مسلم فيه،
ولكن يعني ناخذ المعلومة من عند جوجل بس نتأكد منها. في ناس مثلا بتسمع انها بتدور قاعدة كيف تسوي جريمة قتل، سمعنا عن اشياء كثير، كيف تسرق، كيف تفتح خزنة، كيف تقتل، كيف تنصب عن الناس، هاي الاشياء موجودة على جوجل. فرصة واحدة يمكن ان تغير حياتك. نشأة جوجل كانت من لقاء صدفة جمع بين اثنين من علماء الكمبيوتر وهما سيرجي براين ولاري بيج، أدى إلى تغيير مسار الإنترنت وحياة الملايين على كوكب الأرض. مليارات عمليات البحث اليومية بأكثر من 150 لغة حول العالم. رفاه السعد، العربية. أعلن رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا استقالته بعد تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا في البرلمان الكندي بحضور الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي. وحمل مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو روتا مسؤولية دعوة النازي هونكا إلى برلمان البلاد. وكان مجلس العموم الكندي قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما المحارب السابق في الفرقة 14 لقوات الأس أس لألمانيا النازية لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة زيلينسكي. كان في العناوين: دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. السفير السعودي لدى فلسطين يدعو لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس ويؤكد التمسك بالمبادرة العربية أساسا للحل. الحكومة العراقية تدعو لحل قضية خور عبد الله بالحوار وتقول إن التصريحات الشعبوية تزيد التوتر والأزمات. بعد إعلان كييف مقتله روسيا تبث فيديو لقائد أسطول البحر الأسود مع شايغو. جولة جديدة من المنافسة بين ترامب وبايدن. مصانع السيارات في ميشيغان تتحول لحلبة سباق نحو الرئاسة. شكرا لمتابعتكم. سهام بن زموش تتابع معكم على رأس الساعة العالم الليلة. ابقوا معنا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.